اهلا بحضراتكم من جديد شفنا كل اجواء المنتخب الوطني وشفنا كل الظروف اللي بنتمنى ان شاء الله تعالى انه الجهاز المعاون اللي موجود مع مستر كارلوس كيروش يحتوي كل هذه التفاصيل عشان ما تتكررش والدهشه كانت زي ما المهندس عادل قال ان هي اصابت ثلاث لعيبه اظن كان من الطبيعي جدا انه رد الفعل يكون فيه نوع من الدهشه والاستغراب انا اعتقد الكابتن وائل الجمعة يقدر يتذكر وقت ما كان في المنتخب مع كابتن حسن شحاته في قمه عطائه هو وبركاته وابو تريكه وعماد متعب وشوقي و لو كان الكابتن حسن ساعتها فجاه قلش ثلاثه منهم كانت الناس هتستغرب جدا لانه تجاهل على غير العاده او استبعاد على غير المنطق فبالتالي مصطفى فتحي في افضل حالاته أفشى احسن صانع لعب وربما احسن لاعب الموسم المنقضي محمد شريف هداف الدوري الاثنين مشاركين لغايه اخر مباراه فكان الاستبعاد في هذه الدهشه كانت هذه الدهشه يمكن ان تزال تماما لو كان طلع الجهاز قال يا جماعه في اعتبارات خاصه بالمباراه اللي جايه في قياسات بدنيه حتى لو كان ثبت ان ما لكن ترك الامور للاشاعات واحد يطلع يقول لك قياسات بدنيه فيطلع زميل اعلامي اخر يحلف بالله العظيم ثلاثة ما حصلت اختيارات يطلع واحد تاني ويقول لك لا اصل كيروش عمل اجتماع مع اللعيبة بعد المباراة خلص الساعة ستة الصبح <applause> يعني باستغراب شديد جدا ازاي مدرب هيسهر لعيبة الستة الصبح في محاضرة فيثبت ان الكلام ده خالص ما حصلش وملوش اي وجود اللعيبة مشيت بعد المباراة مباشرة لكن زي ما بقول لكم كل الكلام ده كان ممكن ما يحصلش لو ان الكابتن وائل الجمعة كان مدير للجهاز من الاول اولا احتوى الناس اللي مشيت وضح للمدير الفني ان العناصر دي كانت في افضل حالاتها من حقك تستبعد اي حد ومن حقك محدش يناقشك في اختياراتك لكن من حق الناس تعرف علشان نحافظ على المناخ الطبيعي مع الفريق